رأي الحركة المغني عن استمرارنا في تظاهراتنا السلمية المنادية بالحرية والكرامة وإسقاط حكم العسكر. حديث عن السلمية تطلقه جماعات مسلحة يتخفى عناصرها خلف أقنعة سوداء في ظل دعوات مبطنة للعنف. وهي رسالة للضباط المأجورين، إن لكم ما لنا من أموال وأولاد وأعراض، فإن رعيتموها رعيناها، وإن كانت الأخرى فلا تلوموا إلا أنفسكم. بيان لجماعة تطلق على نفسها عفاريت دمنهور لا يختلف في مضمونه أو عباراته عن بيانات سابقة لجماعات من الملثمين، فالأهداف واحدة، استهداف مؤسسات الدولة ورجال الأمن. وهذا إنذار للداخلية وجميع مناطقها وجميع أقسامها، إنكم مستهدفون، هذا ما سنقوله، إنكم مستهدفون. هذه الجماعة المسمى بكتائب حلوان ظهرت في تصوير في منطقة الملاءة في حلوان في إطار الترويج لسيناريو الفوضى الأمنية والإيحاء للرأي العام بانتشار الميليشيات المسلحة داخل مصر. نحن لسنا إخوان وتأمنا سلمياتهم في المسيرات وغيرها، إلا أن السلطات ربطت هذه الجماعة بعد القبض على عناصرها بتنظيم الإخوان بعد تهديدات أطلقتها بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الأمن. قلت كلمة أنكم مستهدفون. حركة أخرى أطلقت على نفسها اسم ضنك، وصفت نفسها بصوت الضعفاء والفقراء، ودعت إلى ما أطلقت عليها ثورة الغلابة والتظاهر ضد الدولة والنظام الحالي. أيام أبسط ما توصف به أيام ضنك. جماعات مسلحة تظهر بين الحين والآخر يراها الخبراء الأمنيون خلايا نائمة تحركها جماعة الإخوان. إثبات الذات بأنهم لا زالوا متواجدين وحلا داخل الجماعة تلجأ إليه حتى تهرب من مأزقها الداخلي. لكن السلطات المصرية اعتبرت على لسان وزير الداخلية أن تكتيك التنظيم الإخواني تغير ولم يعد يدار بطريقة هرمية، وأن هذه الجماعات هي خلايا عنقودية غير متصلة ببعضها البعض، ما يضيف صعوبة إلى مهمة القبض عليها. بشاير المطيري، العربية.